السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بوصفة حديليس. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم في أتم الصحة والعافية. اليوم غادي نقترح عليكم تحضير كيكة مالحة بالكاشير والفرماج والفلفل الألوان. غادي تعجبكم إن شاء الله ملي غادي تجربوها وتذوقوها، كتجي هشيشة ورطبة وخفيفة بزاف. قدموها كوجبة عشاء أو لا غير في الكوتي مع كويس ديال أتاي، فرها غادي تعجبكم وغادي تعجب وليداتكم. بقاو معايا حتى لآخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة ديال التحضير ديالها والمكونات اللي غادي نحتاجو فيها. ما تبخلوش عليا بلا لايك وبالتعاليق باش كتشجعوني، وما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس الا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم ومحبابكم باش تعموا الفائدة. وغادي نبدا على بركة الله، فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. في المكونات ديال الكيك غادي نحتاج 3 ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ، معلقة صغيرة ديال الملحة، ومعلقة صغيرة ديال السنيدة أي سكر حبيبات. في التوابل غادي نحتاج معلقة صغيرة ديال البصلة بودرة، ونص معلقة صغيرة ديال الثومة بودرة، ونص معلقة صغيرة ديال الإبزار. بالنسبة للتوابل كتبقى اختيارية، ممكن تستغنوا على البصلة وعلى الثومة وديروا غير الإبزار يعني الفلفل الأسود. عندي كاس ديال الحليب بدرجة حرارة المطبخ، نص كاس ديال الزيت. هنا استعملت أنا غير زيت المائدة، ممكن تخلطوا زيت المائدة مع زيت الزيتون إلى بغيتوا. عندي زليفة صغيرة ديال الجبن اللي مقطع طريفات صغار بهذا الشكل هذا. ديروا أي نوع ديال الجبن، ممكن ديروا غير الجبن ديال المربعات وتقطعوا توا طريفات، أو الجبن مثلثات على حسب اللي عندكم وعلى حسب اللي بغيتوا. عندي زليفة صغيرة ديال الكاشير مقطع طريفات بحال هذا الشكل هذا، ممكن ديروا اي نوع ديال لي شاركوتري، ممكن تعوضوه بصدر ديال الدجاج مشحر او لا بصدر ديال الدند مشحر، فدائما كيبقى على حسب الرغبه. وعندي زليفه صغيره ديال الفلفله مخلطه كالوان مقطعه طريفات صغار. درت الفلفله الخضراء والصفراء والحمراء، ممكن ديروا غير نوع واحد ديال الفلفله، ممكن تستغناو على الفلفله وديروا نوع اخر ديال الخضر متوفر عندكم بحال القرعه المحكوكه او الجزر المحكوك او لا تخلطوهم. فبالنسبه الخضر كتبقى اختياريه كذلك. غادي نحتاج جوج كيسان ونص ديال الدقيق الابيض، وجوج صاشيات ديال الخميره الكيميائيه. غادي نبدا على بركه الله في تحضير الوصفه، وفي نفس الوقت مع التذكير بالمقادير. وغادي نبدا بالبيض. غادي نزيد معاه المعلقه صغيره ديال الملحه والمعلقه صغيره ديال السنيده، غادي نخلطهم. غادي نخلط غير سباتول، ممكن تخلطو بالخلاط اليدوي اولا بالخلاط الكهربائي. صافي غير كيتفكوا بحال هذا الشكل هذا الخيوط ديال البيض. وغادي نزيد الزيت، وكنخلط مزيان. صافي دابا غادي نزيد الحليب، صافي غير كينسجموا مع بعضياتهم. وغادي نزيد الدقيق اللي غادي نغربلو مع الخميره الكيميائيه. صافي وغادي نخلط مزيان. غادي نزيد دابا التوابل، صافي وغادي نخلط كلشي. كنخلط مزيان حتى ما كيبقاش الدقيق كيبان.
كي ينسجموا المكونات كلها بحال هذا الشكل هذا، وكيكون هذا هو القوام ديال العجين. صافي دابا غادي نزيد الفلفله، ممكن ديروا غير نصف الكميه وتحتفظوا بالنصف. غادي نزيدها كلها، بالنسبه للكشر ما غاديش نديرو كامل، غادي ندير غير شويه تقريبا ثلثين، وغادي نخلي هاد شويه حتى غادي نزيدو من فوق العجين. نفس الشيء بالنسبه للفرماج، حتى هو ما غاديش نديرو كامل، غادي ندير تقريبا ثلثين الكميه اللي عندي، وغادي نحتفظ بهذا الشيء هذا حتى نزيدو من فوق. صافي وغادي نخلطهم. صافي وهذا هو العجين اللي كنتحصل عليه في الاخير. غادي ناخذ المول ديال الكيك، خديت هذا المول هذا اللي متقوب من الوسط، تقدروا ديروا اي مول بغيتوا، تقدروا ديروا غير مول دائري عادي او لا مول مربع. صافي وغادي نفرغ فيه الخليط، بطبيعه الحال دهنته بالزيت ورشيت له الطحين. صافي دابا غادي نزيد له هذا الفرماج والكاشير من فوق. وبالنسبه لهذه الخطوه كذلك كتبقى اختياريه، ممكن ديروا كل شيء في مره واحده. هذا الكيك بالنسبه للناس اللي كيعشقوا الموالح فراه كيجي رائع في المذاق ديالو، وكيجي لذيذ بزاف، كنتمنى تجربوه. صافي دابا بعد ما كملتها غادي ندخلها للفران الوسط، وبطبيعه الحال كنت مسخناه من قبل على درجه حراره 160، كنطفي من الفوق وكنخليه غير من التحت حتى كيطيب وكيتنفخ وكيتحمر من الاطراف، وكنشعل عليه من الفوق باش كيتحمر وكياخذ هذا اللون هذا. وهكذا كيكون الشكل ديال الكيك بعد ما كنخرجو من الفران، كنخليه حتى كيتحمر وكيتذهب وكياخذ هذا اللون هذا، وبطبيعه الحال الريحه ديالو ملي كيكون كيطيب كتكون كتشهي. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه، غادي يعجبكم ان شاء الله. فغادي نخليه حتى غادي يبرد تماما، عاد غادي نحيدو من هذا المول ونديرو في صحن التقديم. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ممكن تخليوه كيف ما هو فراه مزيين راسو براسو، اولا تزينوه بحاجه اخرى، يعني تقدروا تحتفظوا بشويه ديال الكاشير او ديروا شي صوص من الفوق، كيبقى لكم الاختيار. غادي نخليه حتى غادي يبرد ونديرو في صحن التقديم، وغادي نتلاقاو بعد قليل. الكيكه كتجي خفيفه بزاف وكتجي رطبه وكتجي هشيشه، وبطبيعه الحال كتجي لذيذه، ممكن انكم ديروها الكوتي مع كويس ديال الاتاي، اولا تقدموها كوجبه عشاء. كيف ما كتلاحظوا القطع ديال الكاشير كيجيو باينين فيها، القطع ديال الفرماج كذلك، الفلفله الوان خفيفه بزاف، غادي تعجبكم ان شاء الله ملي غادي تجربوها. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم ما احبابكم باش تعم الفائده، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصل لعدد كبير من الناس وباش تزيدوا تشجعوني. ما تبخلوش عليا بلا لايك وبالتعاليق كيف ما عودتوني، وكنشكركم جميع. الى كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي، والى اللقاء مع فيديو جديد، مع السلامه.